بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نترحم على كل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين والنصر لقواتنا المسلحة. جيناكم بفيديو جديد مع الانصرافي، كامل التفاصيل حول موقف العملية هذا اليوم في الدندر وسنجاب، وأيضا جبل موية وسنر والخرطوم، وأيضا الدوحة وبحري والجيل وأمبدة والصالحة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف اس 24 ليصلكم كل في جديد. شندي قائد الفرقة الناس بتتكلم فيه، أنا شخصيا ما بتكلم فيه من أي انتماء قبلي، ما ذكرته قبل كده. الناس بتتكلم من إنه هو عنده ولاء قبلي للميليشيا لأنه ينتمي لها، ده كلام عنصري مرفوض. لكن لما تيجي تشوف في أرض الواقع على بعد 45 دقيقة في حتة اسمها حجر العسل، الدعم السريع قاعد فيها له 6 شهور، أكبر قاعدة وحامية عسكرية في السودان قاعد الآن، وجيش وسلاح قاعد في الفرقة بتاعت شندي. داير زول يشرح لي بالعسكرية لماذا لم يذهب قائد الفرقة الثالثة إلى حجر العسل؟ بس ما هم برتبوا يمشوا قري والمصفى يا صرفة، ده شغل كبير، ما دارين تحرروا المصفى. وحسي انا باسم الشعب السوداني بقول للفرقه الثالثه ما تحرروا المصفى وما عندكم معه شغله، بالاف كندي، بسلاح كندي، بقوات كندي، بعتات كندي، لماذا لم تذهبوا كلها 17 كيلو الى مدينه او قريه حجر العسل؟ ليه؟ شندي طلعت مقاومه شعبيه. البقود المقاومه الشعبيه دي ضابط معاشي في القوات المسلحه. سوداني كلكم بتعرفوا، قاعد مغترب برا، دق النحاس، ركب طيارته جاي راجع ولبس نص الكاكي وفوق تيشيرت، ساق عربيته، ده زول الوحيد اللي كان ماشي صادم ماشي يقاتل يداوس، مات، استشهد صدفة من كل شندي، من الملايين اللي في شندي، من آلاف الضباط في القوات المسلحة، الزول الدار يكسر الطوق ده ودار يكسر الحصار ده ودار يخالف تعليمات في ساعات كان حيسترد المصفى قبل ما يصل، جففوا له الذخيرة، وكل يوم يمشي الفرقة الثالثة يشاكلون ويشاكلوا، ما بنديك سلاح، ما تطلع به النهاية، دور بوكسي وتخارج، ساق معاه قوته ومشى، قطعوا ذخيرة، قطعوا بنزين ووقعوا في يد المليشة. ما يموت في الجيش ده كله إلا الزول القائد الموضوع ده اللي كان حيكسر الحياة. ومن ذاك الوقت لم نرى اي شيء. يقوم القائد العام للقوات المسلحه يمشي بيت الزول ده ذاته محمد صديق يعزي ويعلن عن مقاومه ويعلن عن كتيبه ويعلن عن قوه جديده حتدافع وحتحرر المصفى، القوه دي للان ما تكونت ولا ظهرت ولا حتظهر. دي قال برا الجيش. قال المستنفرين قاعدين في ارتكازات ما منهم فايده. احنا حنكون لهم جيش وحنديهم عرباتهم حنديهم سلاح. وقال الكلام ده ولا ما قاله؟ فيكم الراجل بينكر انه عبر ونهر النيل دفعوا 15 و19 و20 تريليون جنيه قبل شهرين للمقاومه الشعبيه؟ مشت وين القروش دي؟ وين السلاح اللي اشتروه بقى؟ السلاح ده اشتروه اللي يسووا بشنو؟ ربطوه في عربيه، العربيه بتقيف ولا بتتحرك؟ في 4 لساتق العرب بتتحرك. انت شايف انه في ظرف جوي اسمه الخريف، كل اللي بتعمل فيه ده الان انت بتخلي الخريف يعدي، لكن بجاي ما بتحرز تقدم. اتكلمنا في قائد الفرقة ده واتكلمنا في انه قائد الفرقة ده عنده تواصل مع قائد اللواء التاسع في ابو حمد. العقيد ده قلنا العقيد ده عامل فساد وعامل السبعة وزمتها، اول من اتكلمت عنه تاني يوم شالوه ورا. العقيد ده قاعد بيعمل في الفساد ده بحماية قائد الفرقة. عندك دليل على انه الموضوع ده مرتبط بقائد الفرقه؟ لا والله ما عندي دليل، ما شفتهم قاعدين مع بعض في قهوه، ولا شفتهم بيبيعوا في الذهب، ولا شفتهم يعني ابو حمد الحته الوحيده اللي دفعت قروش ورفض يعمل مقاومه شعبيه وعمل استنفار وفرتق ارتكازات الاستنفار اللي عملها المواطنين في البنطون، كانت بتهرب البنزين والاكل للميليشيا، المواطنين عملوا ارتكاز براون، واحد من وكيل نيابه قحاتي ومعاه قائد الفرقه التاسعه ده مشوا قبضوا الارتكاز بتاع المواطنين، تربسون وقال له ما تعملوا ارتكاز هنا، هيدا بيتهرب للدعم السريع والراجل فيكم يفتح خشمه.
تربسهم. انا شايف انه قائد الفرقه التازعه في ابو حمد بيرتكب في فساد، مديره المباشر هو قائد الفرقه بتاعت شندي اللواء ده، اللواء حمدان. اللواء حمدان ده مفروض يحاسب لانه واحد من ضباطه بيعمل في الفساد ده تحت نظره، ده دليلي عليه، ده دليل شراكتي عليه، لكن انا ما شفته قاعد معه. ما بحلف بالله بقول انه شفته قاعد معه، ولا بحلف بالله بقول اديته داو تعليمات، لكن انت ده واحد من ضباطك وماسك له اقدم واحده من العشر الاوائل في الالويه بتاعت الجيش، الفرقه الاولى الثانيه الثالثه لحد التاسعه، التاسعه دي واحده من اهم الفرق. لليله احنا ما شفنا لا استنفار ولا شفنا ليها فرقه طلعت ولا شفنا لها استرداد. الزول واحده من الاتهامات الكبيره عليه انه الدعم السريع سلم 12 عربيه يوم 15/4 ابي يستلمها منهم، قال لنا مرقوا القوه دي مشت مروي هناك انضمت للميليشيا. جوه سلموا الدعامة عديل بعرباتهم، قال لنا مرقوا ما بستلم منكم. المسؤول منه منو؟ قائد الفرقة الثالثة. تحاسب ده وما تحاسب ده كيف يعني؟ دي واحدة من الحياة المريبة. البرهان مخليه ليه؟ مخليه زي الربيع، مخليه زي أحمد الطيب، مخليه زي الغايد بتاع الفرقة 17 سنجة لحد ما يعمل العملية المطلوبة منه، بعدين يجي يقول لنا أنا وديته مجلس تحقيق جبت. قائد الفرقة بتاع السنجة الآن وصل جبيت امبارح بدو معاه مكتب بتاع تحقيق، وانا ساتك شايك بتاع حلك يا بيبي لما تسمع عنه حاجه تاني. البرهان زول غايد يعني موضوعه الصباح بيصحى بيقول يا اخوان انا قرارات طلعتها المردود حقها شنو؟ المفروض يجيو تقرير. اي ما شغال بالدوله ولا شغال بالجيش، ممكن اليوم كله يكون بيلعب في بلاي ستيشن، لكن اقل لاحد حزبي عظمه انك انت رئيس بشوف انا امبارح طلعت قرار اشوفه في التلفزيون اشوفه في الجريده، جيبوا لي تقرير، جيبوا لي القائد بتاع الفرقه 17 سنجه الزول ده انسحب ليه؟ والله يا سعادتك جبناه وشغالين معاه تحقيق في جبيت، طيب وروني حققتوا معاه وقال شنو؟ المفروض يكون عرف السبب، اعلنوا لينا، طمن المواطن. مواطن سنجه حس قاعد في الخلا في القضارف، دقاه مطره ودقاه كوليرا ودقاه واطفاله جنبه بيجي، البرهان نايم في بيته محروس، الضبانة دي ما بتجيو. قائد الفرقة 17 اللي سبب في الكارثة بتاع السنجة قاعد في جبيت في مكتب بس قاعد على الكاش بتاعه والدبابير، ياكل احسن اكل، يشرب احسن شراب، بيسمع في اللايف ده، حس بكون ذاته في امان الله، تلفونه معاه واتصل بامه واخوانه واولاده ونساتك مع الدفعة، اموره طيبة. ما في زلحة يقدر يسأله، انجز مهمته. مكافأته شنو؟ انك تزحه من المواطن. مكافأة أحمد الطيب شنو؟ زمان العملاء بتاعين الموساد والمخابرات لما يتكشفوا بيغيروا له الهوية حقته، بيودوها هواي، بيبقى بياع بتاع جوسينت، ما بتعرفه، بيغيروا شكله بيغيروا له هويته عشان شنو؟ عشان المواطنين بتاع الدولة اللي هو باعه وخانة لو لموا فيه ما بجددوا حتى لو الدولة عافته. فالبرهان بيلم النازل بيحرسهم، وما معروف لسه احمد الطيب ده قاعد في نيابه ولا قاعد في السودان اساسا، بالنسبه لي حيكون قاعد في الامارات يعني، او جايب له الامارات في حتته، ما حيسال ولا حيحاسبه كرئيس كده. البرهان الموضوع ده مش مفروض يستفز ويصحى الصباح يقول انا ليه قراري ما بيتطبق، وينو احمد الطيب ده يجيبوه حاسبه صرفه والذين معه ينبذوني بسبب مدني، مدني ده انا ما عندي بقى علاقه، سقط احمد الطيب هاكون ده الدليل. ليه البرهان ما بيعمل كده ولا يستطيع انه يعمل؟ مش لانه ما داير، لانه ما قادر، لانه ما قادر. لو سالت السيد نصر الدين، والناس بيقول لي يا اخي نصر الدين شغال والزول ده في حاله الحصار انجز وما انجز وقام بواجبه وكله، انا معاكم والله ومتفق تماما، ولو وسع دائره المحيط التامين حقه المدرعات ذاتها هتسقط كده، فالزول ده هو شغال بتكتيك عالي. واحد من التكتيكات في الكوكب دي اسمها الاندفاع الاعمى، ده التكتيك الشغال به عثمان عمليات، وده التكتيك الشغال به الدعم السريع. الاندفاع الاعمى ده دي المدرعات قدامنا، ايوه راح بس نجازف بو نمشي المدرعات دل 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 دل، بكره ما سقطت بعد بكره بتسقط زي اليرموك. خلينا ناخد نموذج اليرموك او قاعده الجبل الاولياء العسكريه، اسمه الاندفاع الأعمى، بس نمشي
الشارع ده ممكن يكون فوق الناصب بتاع الجيش. يعني كيف انت ما قادر تطلع من المدرعات كيلو خايف من القناصة؟ طيب انت وقت اسد كنت قاعد في محيط المدرعات، ما كان تخوض قناصة في الكيلو ده؟ يعني الدعم السريع قاعدين في شرق النيل محاصرين المدرعات بقناصة في الخرطوم جنوب. الدعم السريع اللي بيجي بهاجم المدرعات ده ما ساكن في المدرعات، لا 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 لا، ليه ساكنين في شرق النيل؟ طيب المدرعات ليه ما وصلتهم في شرق النيل؟ لانه في قناصه مخلينهم الدعم السريع، خمسه سته قناصه كده مثبتين المدرعات الفتره دي كلها. قمنا احنا عشان نعالج الحاجه دي خطه الاجتياح والاكتساح، ودينا قواتنا، ودينا تسليحنا، ودينا عتادنا، ودينا اكلنا وشرابنا، خزننا في المدرعات لعمليه عسكريه. صلاحيات نصر الدين ما بتقدر تتجاوز رئيس هيئه الاركان، ولا بتقدر تتجاوز البرهان. نصر الدين عنده العمليات العدائية، لو جاهد وقوة ما محتاج تعليمات من غرفة القيادة والسيطرة، بيدافع عن موقعه، دي تعليماته. لكن نمرق نمشي الرواة اللي يوافق له رئيس هيئة الأركان. القوة بتاعت ال هيئة العمليات ميزتها شنو؟ إنه قرار عند القائد بتاع الفرقة أو عند اللبيب، ما محتاج لتصديق ولا هيئة عمليات ولا زفت الطين ولا هيئة أركان. اللبيب قال داير كتيبة، بيجيبوا له كتيبة بكرة. لو دار تحرك فصيلة فيها 33 من الجيش اللي يوافق على محمد عثمان الحسين، لو دار تحرك دبابة بين 6 شهور لأربع شهور في أقصى، ده أسرع وقت. هيئة العمليات بتدور دباباتها، العمل الخاص ما محتاجين الحاجة دي. القائد بتاع الفرقة عنده عمل عدائي، عارف إنه البيوت دي فيها دعامة، بيطلعوا بالليل بيكتلون وبيجوا راجعين. ديل بيقدروا يتحركوا، ونصر الدين كان ممكن يستفيد منه، لأنه 70% من المتواجدين داخل المدرعات ما جيش. ده القيادة وقرار عندهم، لكن نصر الدين مثبته لانه في زول مثبت نصر الدين اللي هو هيئة الاركان، وهيئة الاركان مثبت البرهان. طيب البرهان ما بيقدر يطلع القرار ده، يبقى احنا الخطة بتاعتنا كانت بسيطة وواضحة، دايرين نفك الحصار بتاع القيادة العامة. القيادة العامة ما بتفك حصارها الا المدرعات دي تتحرك تجيه. المدرعات ما بتتحرك الا المهندسين ينزلوا. براكم شايفين الجيش بتاعكم ده حسي قاعد تحت الكباري. هسه بقى عنده عمليه جديده انه يدافع عن ام درمان، لانه في حشود بتاع الدعم السريع. هو ما كانت خطتنا كده في الايام اللي فاتت، لما نقول لكم الجيش هيشتغل والمسيرات هتشتغل المفروض يحصل اكتساح في زول مثبت الحاجه دي. قمنا احنا عملنا شنو في المدرعات؟ ما قاعدين ساي. الاكل اللي عندنا انتهى، الاكل ده كان لمشن معينه هيقضينا فتره معينه، القوه الكبيره دي الاكل بتاعها شويه المفروض تنجز حاجه خلال اسبوعين، واي زول يرجع بيته اجبناه من درمان يرجع يرتكز في درمان، اللي كان شغال في الفرقه السابعه يرجع الفرقه السابعه، اللي كان ماشي يحرر الشندي يمشي يرجع يحرر المصفى. جبناه لملمناهم، اديناهم اكل، اديناهم شويه دواء، جانا الخريف والبعوض، الفرقه القوه كلها حسه دي 80% منها عيان. انا بقول لك الكلام علني. نتكلم عن عمليه تنظيف السوق العربي وتوتي. احنا ماسكين الكوبري بتاع الحديد، عندنا فيه دبابتين بيجي. هيئة العمليات عندها كمية من الدبابات في مدرمان. تتساءل ليه احنا ما نقطع الكوبري ده نمشي به هناك في قناصة؟ أمال أنا مسميها مدرعة ليه؟ نعم؟ أنا لما اشتريت الدبابة بخمسة مليون دولار، تتقال اشتريتها بخمسة مليون دولار ليه؟ فرق الدبابة من اللاند كروزر شنو؟ إنها مدرعة مضادة لأي حاجة. الموضوع ده بسيط. أنا ماشي في الكوبري بالمسارين دول، دبابة بيجي دبابة بيجي. المفروض يكون وراهن المشى، والله العظيم واحد بيكر عينه ما يمشي. حجيب بيجاي 10 دبابات وبيجاي 10 دبابات، ديل حقة الهيئة عند الجيش، والجيش طبعا ما بديهن للهيئة. ما انا حاجة فت الحاجات دي يعني. رجعوا لناس الهيئة حاجاتهم يا زلمة. بالنمرة العسكرية بالدبابة الكده بالكده بالكده بالكده، ادوا الناس اللي يشتغلوا، وقت انت ما قدرت تشتغل اديهم يشتغلوا، اديهم حاجاتهم. ولا شنو يا اخوان؟ ها؟ ادوا ناس الهيئة دي حاجاتهم. دباباتهم عرباتهم خلينا نمشوا. نزلنا بالكوبري بتاع الحديد، الدعم السريع وذخيرة القناصة، ضربوا العشر دبابات الأولى، فدا الوطن. نعم فدا الوطن، في 60 عندنا تاني 10 غيرين ومخزنات هناك في الولايات بالعشرات. بكرة الصباح نرفع نجيب تاني، ما احنا لازم نقطع الكوبري ده. لكن انا موقف دباباتي بيجاي، وفي قناصة بت ولا ولد قاعد لي في عمارة في السوق العربي مثبتني انا اقطع الكوبري. انا دار اقطع الكوبري انظف القصر الجمهوري واصل القيادة العامة.
القيادة العامة لا يمكن تتحرك ما لم تنزل لها قوة. عملية بسيطة سهلة جدا، قطعت الكوبري، الكوبري كله 170 متر 200 متر ولا أي حاجة، بس انزلوا بهناك، حاول انزلوا. فك فيك طلقة بتاعت قناصة، عرفت الحتة بتاعت الشباك، طوال تنزل العمارة دي في الواطة. كل المباني اللي في السوق العربي حكومية، احنا اديناكم التصريح والتصديق تنزل السوق العربي ده كله في الواطة، ما في تكون فيه ولا عمارة. شباب ده شغالين الأربع يوم اللي فاتت دي، الرزع تقيل جدا جدا في السوق العربي، عملية الرزع بتاع الطيران والله ضربات يا اخواننا. الدعامة ديل بس طيارة غطاء واحد من الست طيارات حقتنا دي الجديدة دي، الكي ايت، المكنات امريكية والذخيرات امريكية، واحدة تسوق تحوم في السوق العربي نهارا جهارا. بيجاي الدبابتين دي للطعن الكوبري، بيجاي وراهم ست سبع عربات مدرعة، دبابات مدرعة تنزل وراهم طوال. شفنا بس دعامة واحد في السوق العربي ننزله وبيع عمارته وحقها بره. حسي لو قلنا للكاردينال اللي اشتري العمارات في السوق العربي دي شت بيشتري، حسي بكره اعتبرونا اشترينا فرشنا المصلحه، نزلوهم في الواطه. نزلناهم في الواطه، بقت مساحه مفتوحه، حربط الجيش بتاع المهندسين مع الجيش بتاع القياده العامه، نقطه عربي انتهى. عندي دعامه قاعدين في جزيره توتي، الناس اللي يركبوا مراكب يا يطلعوا بكوبري المكنمر، انا برجعهم في الحتتين مراكبهم دي بكره الصباح بحريقها لهم. انا محتار لحد هسه القوات المسلحه ما ضربت المراكب ليه؟ اضربوا لنا المراكب خلوا لنا الكوبري ده هيستسلم الراجم اللي بتدوم في مدرمان دي، انا بنتهي من الموضوع. الحاجه دي صعبه، دي دايره تفكير سنتين ولا دايره اذن؟ البرهان لو ما اذن بالحاجه دي، لا اذن بالنزول لبحري، لا اذن بالنزول للخرطوم، لا اذن بالنزول بتاع المدرعات، لا اذن بنزول جهاز بسلاح المهندسين، ما اذن باي حاجه احنا نتقدم. كنت بسمع في ناجي مصطفى بيتكلم عن المقاومه الشعبيه يتساءل، قال كيف انه احنا عندنا 100,000 مستنفر مجهزين في شندي لحد الان ما نزلوا مشوا الجيلي ولا جوا الخرطوم ولا وصلوا بحري، رغم انه احنا لما عملنا المقاومه الشعبيه قلنا ناس شندي وناس كسل يجونا نازلين في بحري وحددنا لهم حتتهم، وقلنا ناس كسل يمشوا يحرروا جبره. ده بيتساءل عن 100,000 مقاتل، والكلام ده ما هزار. الناس دي اتدربوا سنه وست شهور، التدريب بتاع هيئه العمليات على حرب المدن 70% من ناس الهيئه ما كانوا خاضوا حرب مدن اصلا، ما مدربين، اتدربوا جوه مدرمان دي، اتدربوا جوه السوق الشعبي. في يوم واحد ناس الهيئه دول بيفقدوا 35 شهيد في يوم واحد، لما عرفوا حرب المدن دي جوه مشوا حرروا الدوحه وحرروا الاذاعه وحرروا المنصوره وحرروا مدرمان، معاهم الاحتياط المركزي ومعاهم الناس تاكسس ومعاهم الناس المهندسين، وما كانوا بيعرفوا حرب المدن، بضباطهم بلي والظافر خاض حرب المدن وين؟ اتعلموها في الميدان. احنا القوات دي اتدربت تدريب عالي جدا على حرب مدن، سنه وتسع شهور، سنه وسبع شهور، سنه وست شهور، حتى الان ما نزلوا ميدان. 100,000 مقاتل، لو شلت منهم 6,000 ما بتحرر السودان ده كله؟ جنوب الخرطوم الدعم السريع عنده فيها دبابتين، دبابتين بس، هل هو قادر يسيطر بيهم على جنوب الخرطوم؟ ابدا، لانه الجيش ما دار يمشي بدباباته دي لحل الدبابتين دي، لانه احنا ممنوع نهاجم. البرهان لو طلع قرار بتاع هجوم واكتساح، في زول بيمسك الورقه دي بيشرطها وبيقول لهم يا اخواننا لسه في ترتيبات والقياده، رؤيه القياده، خرابيط الجيش الفاضي دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب نهاركم سعيد، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. الله يكون مشاركة في قناة العبار البشري والنصر للقوات المسلحة في كل مكان. موقف العمليات صحيح، يعني في شرق النيل أمس يعني جغم أكبر طبعا، مخزن بتاع مسيرات طبعا في داخل شرق النيل، في جزيرة برضو يعني نفس الكذلك، وفي أم درمان برضو طيران أمس طبعا، يعني ما قصر والله بجد كده، لأنه جغم أكبر طبعا، مستودع طبعا المسيرات وبتاع الذخائر طبعا في داخل جزيرة وفي داخل أم درمان وفي شرق النيل، والنصر للقوات المسلحة في كل مكان. صحيح في الأيام دي طبعا عندهم خلافات، لأنه في خلافات طبعا في نقص بتاع الأغذية وبتاع الذخائر، لأنه يلا في داخل جيلي برضه نفس الكذلك، وفي جبل موية برضه نفس الكذلك،
بتاع جبل مويه، لانه ما بالكميه، لانهم بسيطه، لانه في داخل جبل مويه، لكن في شرق النيل وفي داخل مصفى جيلي، لان عندهم خلافات، لانه بنغسل نقص طبعا بتاع الذخائر وبنقص بتاع الاغذيه وكده، لانه وبالاضافه لذلك طبعا البجغمون بران كده المتعاونين معاه، لانه شافوا كده الشغله دي ما هو، لانه زين كده شنو بقى بجغمون، والنصر للقوات المسلحه في كل مكان. تحياتنا شباب، شكرا لكم اللي قدام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.